يتجاوز عقبة التعادلات نتاع آخر الجولات، لكن لاقي أمامه دفاع متمركز. خالد الهمامي يمر، جول 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 رائع للترجي الرياضي التونسي، يعني بطريقة فنية فيس تكنيك ولا أروع من خالد المولي صاحب الإمكانيات الرهيبة. شوف التمرير، شوف الأسيست، شوف إنهاء العملية، شوف الجيست تكنيك من خالد المولي في زاوية مستحيلة على سامي هلال في 26 دقيقة لعب. هدف ولا في الأحلام للترجي. خالد المولي يعلن أولى الأهداف في مواجهة الترجي. هذه التمريرة يكسر خط التسلل، كنترول كان يعني متميز جدا في الزاوية يعني المستحيلة، في الزاوية يعني المستحيلة اللي ما يقدر يعمل ولا شيء. سامي هليل يسكن الكرة في الشباك، خالد المولي رائع الهدف. إلى أريسون أفول، لمسة وحيدة للكامروني لابومبا يانيك، يبحث على التمرير من جديد، طيب تلب الكرة، أريسون أفولو هو الثاني، هو الثاني للترجي الرياضي. 9 أهداف لعكيشي، ثاني أهداف الترجي، يعني جوزيف يانيك نيانغ كيف ما يسجلش راهو قيمة ثابتة. لاعب يلعب الكرة مليح يعني بظهره، يمرر إلى أريسون أفول، تسديدة في شكل تمريرة من أفول في المتابعة لعكيشي أحمد، يسجل ثاني الأهداف وتاسع الأهداف في رصيد هداف الترجي. أحمد لعكيشي يصبح هداف الفريق بتسع أهداف، وراه أسامة الدراجي بثمانية أهداف. 10 دقائق لعب، يضيف الثاني أبناء الترجي الرياضي التونسي. شوف العملية، شوف التمرير، شوف التسديدة في شكل توزيعة من قلت أريسون أفول، والمتابعة تأتي من العكشة هكا يلقبوه.